أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. هلأ حديثنا عن منتخبنا الوطني للرجبي واللي بالفترة الأخيرة كان عنده إنجازات كثيرة. خليني أحكي سريعا عن لجنة الرجبي الأردني ومراحل التطور وصولا لعضوية الاتحاد العالمي، يعني إنجازات كثيرة حنحكي عنها سريعا. تأسيس لجنة الرجبي بالأردن كان بال2005، ومن بعديها على طول كانت أيضا الإنجازات من البداية من 2005. ننتقل للصورة اللي بعدها، ايضا تاسيس لجنه الرجبي بال2005، من بعدها كان في تشكيل اكيد لعدد من اللاعبين بالمنتخب، و2008 كانت اول مشاركه عربيه خارجيه لمنتخب الرجال ببطوله التحدي العربي بمدينه العين الاماراتيه. ايضا بال2007 خوض منتخب الرجال اول مباراه دوليه امام المنتخب اللبناني اللي كان سابقنا ايضا بالتاسيس. ننتقل للي بعديها، أيضاً 2010 أول مشاركة آسيوية خارجية لمنتخب الرجال ببطولة غرب آسيا بكازاخستان طبعاً، ومن بعديها أيضاً خلينا ننتقل للصورة اللي بعديها سريعاً يا نسرين. 2012 انطلاق أول دوري للرجال للرجبي، من بعديها ننتقل ل 2015 الحصول على العضوية الكاملة بالاتحاد الآسيوي. ايضا ننتقل سريعا 2018 انطلاق اول دوري للناشئين تحت سن 20، يعني انجازات كثيره لغايه اللحظه. ومن بعديها ايضا 2018 كان انطلاق اول دوري سيدات، وبتخيل ببرنامج صباح الرياضيه كنا من الاوائل باستضافه رياضه الرجبي. 2019 اول مشاركه خارجيه لمنتخب السيدات ببطوله غرب اسيا بقطر، وايضا 2019 فوز منتخبنا مع كابتن فراس خليفه طبعا الوطني للرجال باللقب، وايضا 2020 كانت الانجازات الاكبر. ننتقل لضيفنا يا عيد. ضيفنا هو مدير عام لجنه الرجبي استاذ فراس، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ الحمد لله، انت كيف؟ يعني تفضلت ميسون هلا بعدد من الانجازات ما شاء الله قمت فيها خلال فتره قصيره زمنيا. واذا بنعرف حتى رياضه الرجبي مش يعني هي من الرياضات المعروفه عالميا طبعا، الرياضات الشعبيه، بس بالاردن عم نحاول دائما انه نعرف الناس عليها اكثر ونرغبهم اكثر. فنحكي اولا عن سلسله الانجازات اللي تفضلت فيها ميسون خلال الفتره الماضيه. نعم، هسه احنا زي ما تفضلت يعني للاسف قد ما عم نحاول انه ننتشر اكثر واكثر، بس عم نواجه صعوبات كثيره يعني. ويعني في اكثر من شغله يعني من هاي الصعوبات، اللي اكثر شيء منها اللي العنصر المالي للاسف. العنصر المالي اذا ما كان موجود بكثره فبتكون صعوباتك يعني كثير كبيره. بس مع هيك يعني في عنا عناصر عم تدعمنا، منها اللجنة الأولمبية طبعا يعني معروف هي أكثر شيء عم تدعمنا والشكر إلها يعني، وهي دائما بظهرنا زي ما بنحكي، فلولاها يعني إحنا كان ما وصلنا للي وصلنا له. أول شيء هذا بنحكي. ثاني شيء بداية لما صرنا إحنا عضو كامل في الرجبي الآسيوي، هذا الإشي دعمنا برضو بزيادة من ناحية الآسيوية، صرنا نشارك في بطولات أكثر، فمشاركتنا للبطولات برضو هاي الشغلة كانت لها انتشارية لإلكم كمان كلجنة رجبي. نعم نعم، فصارت لنا يعني صار لنا صوت، صار لنا ناس يحضرونا، صار لنا نحكي عن بطولات، نحكي عن شغلات زي هيك. فأول مشاركة كمان لما دخلنا العنصر النسائي والعنصر الشبابي لهاي اللعبة برضو زاد من انتشارها أكثر وأكثر، وأول مشاركة كانت للنساء في قطر في بطولة غرب آسيا، وكان بصراحة يعني مفاجأة للجميع أنه النساء لما فاتوا لعبوا ولعبوا بكل حب لهاي اللعبة وبكل عزم، وكانت إنجازاتهم يعني جدا رهيبة. حتى إنه الاتحاد الآسيوي لما شاف إنه كيف البنات عنا فايتين، إنه هم بلشوا ب 2017، ب 2018 شاركوا في أول بطولة وكانت إنجازاتهم يعني ما شاء الله عليهم يعني. فهذا الإشي برضو ساعدنا كثير يعني، اللي هو العنصر النسائي. بصراحة دائما أي رياضة أي إشي بدك تطور منه دخل العنصر النسائي صراحة. وجهنا خير على الرياضة. هذا اللي تحكي كابتن فراس. لكن هلا انجازات كثيره، وبدايه السنه كان وجهها خير عليكم بانضمامكم للاتحاد طبعا الاسيوي، الا انه جائحه كورونا اكيد اثرت عليكم بتوقف البطولات مش فقط بالاردن ولكن عالميا. صحيح. هسه احنا كان من 2015 بلشنا انه بدنا نصير عضو بالاتحاد العالمي للرجبي، فكانت جدا صعبه لانه الشغلات اللي بحطوا لنا اياها عشان يصير عندهم المتطلبات تاعتهم شوي صعبه كانت علينا، بس بحمد الله يعني كلياتنا مع جهودنا وجهود اللي حوالينا كلياتنا قدرنا نوصل لعضو مؤازر.
هسا احنا عضو مؤازر وليس عضو كامل في الاتحاد الرياضي. لسه مؤازر. هسا بعد سنتين نقدر نقدم للعضويه الكامله في الاتحاد العالمي وان شاء الله راح ناخذها ان شاء الله على خير ب 2022 ان شاء الله. تفضلت ميسوم بانه جائحه كورونا اثرت بشكل سلبي على كل الرياضات بشكل عام، بس نحكي عن اثرها المباشر عليكم انتم في اللجنه. صراحه احنا تاثرت، اول شيء التغت جميع البطولات الاسيويه وجميع البطولات العالميه. نعم. كنا احنا سنه 2020 هاي سنه سنتكم، هاي سنتنا، بدنا نشارك في اكثر بطوله، بطوله للشباب، بطوله للصغار، بطوله للنساء في اسيا وفي اكثر من مكان. حلو. وكنا عم نحضر لها، وتقريبا الافريقيا كانت جاهزه يعني تقريبا. يعني الدوري هلا المفروض شغال. المفروض، بس للاسف ما في دوري كمان. صحيح. بس عم بحكي عن البطولات الخارجيه، هي اللي يعني اكثر فكسه كانت لنا بصراحه. يعني كنا جاهزين لها 100%، وكنا نيه بالبطوله الاسيويه انه نجيب اقل شيء احدى المراكز الثلاثه الاولى يعني في البطوله بجاهزيتنا للعب، بعد ما اخذنا طبعا البطوله العربيه في سنه 2019. وكان الشباب متحمسين كثير وزي النار وفايتين على بطوله جديده اللي هي بطوله اسيا، بس للاسف التغت. وهذا الشيء كمان اثر على الدوري الاردني. لعبنا احنا دوري اللي هو ال 15 لاعب. وكان دوري جدا رائع وموفق يعني، وشارك فيه اربع افرقة رجال وثلاث افرقة نساء وثلاث افرقة شباب. يعني كان دوري قوي جدا ومنافسة قوية، يعني إحدى أقوى المنافسات اللي صارت في الأردن يعني. بعديها كنا بنتحضر له السباعي، كان المفروض يبلش في شهر 8، تأجل 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 لحين ما التغى كامل، توقف بشكل كامل. حكيت ببداية حديثك كابتن فراس عن موضوع الدعم المالي، يعني أنا بس بدي أحكي كلمة للمشاهدين قبل ما أتوجه بالسؤال لك، إنه رياضة جماعية، يعني دائما ما بنحكي عن الرياضات الجماعية إنه هي رياضات شعبية، والرجبي إلها سنين عم بتطور من حالها من 2005 النشأة، والآن إحنا بإنجازات عالمية مش فقط محلية، على مستوى القارة وأيضا على مستوى الوطن العربي كامل. إذن الدعم لازم يكون موجود، يعني أنتوا عم ترفعوا علم الأردن بالمحافل الدولية. وهذا شيء إحنا بنفتقده برياضات تانية ممكن تكون شعبيتها أكبر منكم بكثير. نعم للأسف. وشغلة كمان ضرورية، الرقبي مش بس رياضة إنه رياضة عادية، الرقبي بتعلم اللاعبين شغلات ثانية اللي هي الاحترام، حتى شغلات داخل الملعب وشغلات خارج الملعب. يعني ما في لاعب رقبي فات على الرقبي إلا اتغير، يعني تغيرت شخصيته، تغيرت شخصيته تماما، يعني للأفضل دائما. شغلات كثيره بتعلمها بجوا الرقبي والله ما بتعلمها برياضات ثانيه. انا لعبت رياضات، الرياضه بتثقل الشخصيه، بس ايش اللي بيميز الرقبي عشان نشجع الرقبي الناس اكثر؟ الرقبي الاحترام فيها والالتزام جدا عالي. يعني من الشغلات المميزه مثلا في الرقبي، هيك شغله صغيره يعني ممكن الناس يشوفوها تافهه بس هي جدا كبيره، جوا الملعب ممنوع اي لاعب يحكي مع الحكم ولا يناقشه ما عدا الكابتن، والكابتن بيروح بيسال الحكم معلش بدي اعترض على شغله، اذا قال له تفضل بيحكي، قال له ما تفضل ما بصير. يعني مستحيل بالرقبي تشوف لاعب صرخ على الحكم مثلا، هاي مستحيله يعني، ولو صارت يعني الجزاءات اللي بتصير على هذا اللاعب جدا شديده، ممكن ينحرم من اللعب فترات طويله جدا من وراء هاي الشغله. بس فيه قصه الدفاش شوي جوا يعني بيعوضوها تعويض. احنا ما بنحكي، احنا بنقوم بالفعل. ما هاي الشغله برضه مميزه، يعني اللعبه شويه دفشه بس لها قوانين صارمه 100%. يعني انت لما بدك تدفش اللاعب تدافش معه في لك قوانين صارمة انك ما تأذيه، اماكن معينه انك ما تأذيه. نعم، اذا عملت شغله انت كنت متقصد انك تأذيه هذا الاشي يعني كارثه عندنا برضه بالرقبي. فهاي الشغله برضه بتميزها انها لعبه شوي تف زي ما بيحكوا نقاسيه، بس بنفس الوقت منضبطه جدا جدا يعني. حلو. ايش في طرق احنا حتى نشجع الجيل الناشئ حتى يتوجه لهذه الرياضه؟ بصراحه افضل طريقه تعال جرب. انا متاكد اي واحد بيجي بجرب لو مره واحده بيجي على تمرين من اي تمارين راح خلص اللعبه. انه يعني أنا قبل ما أفوت على الرقبي بال 2015 أنا فتها، كنت بلعب رياضات ثانية، فصديق إلي قال لي تعال بس جرب تمرين، وفعليا والله رحت لعبت أول تمرين قلت بديش رياضة ثانية. والله تركت كل الرياضات الثانية ضليتني بالرقبي، وحتى أنه كرست حياتي أني أطور من هاي الرياضة قد ما حبيتها. في عندكم خطط باللجنة أنكم تعملوا فريق ناشئين جديد، يعني كمان يكون في عندكم زي أكاديميات تدريبية مثل أكاديميات كرة القدم؟ نعم. للصغار من عمر 6 سنين مثلا وما فوق، عشان إحنا دائما بنحكي عن النظرة المستقبلية. أكيد. هي اللي لازم تكون، والتخطيط المستقبلي هو اللي لازم يكون. أكيد. أساس. هسا إحنا أكاديميات مبلشين فيها أصلا. تمام. في عندنا أكاديمية وجاهزة وما شاء الله تابعة للجنة. حلو. لجنة الرقبي، وعندنا كمان عم ندخل الرياضة في المناطق النائية. حلو. يعني في عندنا فريق كمان عم بيدرب في
مدينة الزعتري في المفرق. حلو. عم بعطي الناس اللي هم الأقل حظا زي ما تحكي، عم بيروحوا بدربوهم، وعملنا لهم بطولة هون في عمان، كانت بطولة رهيبة يعني. وكمان غير هيك عم ندخل رياضة في المدارس، في أكثر من مدرسة مشتركين معنا بهاي الرياضة، وعم ندربهم الأولاد الصغار، وصراحة يعني الإقبال عليها جدا رهيب الحمد لله. ممتاز. وحتى المدربين اللي عم بيروحوا بيدربوا، ما عم نبعت أي حدا إنه يروح خلص تعرف تلعب رقبي يروح، لا، عم بياخذوا دورات عالمية يعني، ودورات كمان في عنا ناس إحنا هون تدربوا كيف يدربوا مدربين، اللي هو مدرب مدربين بيكونوا، بعطوهم دورات كمان، وبس يكون جاهز روح أعطي كيف تتعامل مع الأطفال، كيف تتعامل مع هاي الشغلات. بدي أسألك هاي الشغلة، نعم. إحنا بفئات العمرية المختلفة والمناطق والثقافات والعادات بكل منطقة بتختلف، فإحنا كيف ممكن نوصل هاي الفكرة لثقافة الرياضة هاي الجديدة عند الناس ونخليها سائدة أكثر ومنتشرة أكثر؟ صراحة الرقبي ما خلت إشي يعني، لكل فئة حطت لها كورس معين، مثلا زي ما تحكي إنه كيف تدرب، كيف تعمل، كيف تتعامل، كيف هاي الرقبي العالمي حطت لكل إشي كيف تقدر تتعامل معهم. وإحنا ما منودي أصلا، ممنوع تودي أي واحد يدرب إذا ما كان جاهز. لازم إنه يتم اختباره ويتم إنه التعامل معه، ونعطيه حصص تدريبية، تعال فرجينا، منجيب له فئة معينة مثلا، تعال دربهم فرجينا كيف بدك تتعامل معهم. إذا كان جاهز تقييم لأداء عشان يدربه. طبعا أكيد إذا كان جاهز نقول له يلا توكل على الله. حلو. هيك. ممتاز. نعم. ممتاز. هلأ القادم شو بالنسبة لكم فيلات؟ القادم زي ما حكيت أول إشي، إنه أول إشي بدنا نبلش بال إنه نأخذ العضوية الكاملة إن شاء الله مع الاتحاد العالمي. وبصراحة يعني إحدى الشغلات اللي كثير عقبة لإلنا اللي هي الملاعب كمان، إنه عم نحاول ملعب واحد عندكم صح؟ عندنا ملعب واحد، وحالياً رسمي. الحمد لله في المدينة الرياضية صار عندنا ملعب ثاني إنه مبروك. نقدر نتدرب فيه. مبروك. أخيراً. أخيراً. يعني. أخيراً بعد البطولة العربية إحنا عرضنا إنه نستضيف البطولة عندهم في ملعب البتراء في المدينة الرياضية، وبصراحة يعني ساعدونا كثير بهذا الإشي، وهو يعني اللي ساعد على إنجاح هاي البطولة صراحة. ملعب البتراء وصرنا نتدرب فيه مرات، وصرنا نعمل بطولات فيه، يعني كانت خطوة ممتازة بالنسبة لنا. بس هسا الخطوة القادمة عم نحاول إن نعمل ملعب خاص لنا إن شاء الله، يعني عم نحاول، بس تعرفوا إجي جدا صعب. صحيح. هي بالأول بتكون شوي صعب، بس انتشار اللعبة وانتشار ثقافة اللعبة عند الناس بتسهل يمكن عليكم، في دعم مادي أكثر لكم. نعم. تفضلت بس بداية المقابلة بأنه العائق المادي كان أول إشي، وهلا عم نحكي عن الملاعب. هل في تحديات تانية بتواجهكم لانتشار هاي اللعبة؟ والله صراحة هم هدول أكثر تنين، يعني أكثر تنين بواجهونا. وطبعا أكيد في شغلات ثانية صغيرة بس ممكن تخطيها، هاي الشغلات اللي احنا دائما بنحكي عنها عشان عم نحاول أنه نلاقي ناس يساعدنا فيها. أنتوا كيف؟ طبعا هو سمو الأمير مرعد بن رعد اللي هو رئيس اللجنة تاعتنا، لجنة الرقبة الأردنية، الله يزيد خير، يعني دائما هو بيساعدنا بوقف معنا، بس برضو هذا الإشي إنه ما بكفي، بدنا ناس تانيين إنه يوقفوا معنا ويساعدونا بهذا الإشي. واللجنة الأولمبية برضو ما عم بتقصر أبدا يعني. أكيد اللجنة الأولمبية هيك بتحس زي كان فعليا مظلة وحاضنة. نعم. وأكيد أمين عام اللجنة الأولمبية حيكون ضمن برنامج المجلة الرياضية يوم الجمعة بأخبار كثيرة وحصرية للمجلة الرياضية. أكيد بدنا نذكر المشاهدين مع الزميل أحمد الخلايلة. لكن بدي أحكي هلا شو بتعملوا؟ تتجمعوا ما بتتجمعوا يا فراس؟ تتدربوا؟ نسيتوا اللعبة ما نسيتوا اللعبة؟ خبرني والله أكثر. حاليا كمنتخب موقفين كل شيء، وكصبايا كمان. طبعا كمنتخب موقفين كل شيء، بس كأندية عم بتدربوا الأندية، يعني لو مرة في الأسبوع بس هيك، إنه شغلات خفيفة طبعا مع أخذ كامل الاحتياطات اللازمة يعني. وشغلات ثانية عم نحاول نعمل شغلات أونلاين كثيرة، شغلات داخلية بنعمل مرات، وبنعمل شغلات مع الاتحاد الآسيوي بيعطونا دورات تدريبية، دورات شغلات زي دائما بتابعوا معنا آسيا، يعني دائما بتابعوا معنا بهاي الشغلات. حلو. اللاعب بضل في الجولة طبعا. دائما طبعا إنه بدربونا في كورسات كثيرة بأخذوها، كل حدا مختص بشغلة بنعطيه إشي، يعني للإدارة في لهم إشي، للمدربين في لهم إشي، للحكام في لهم إشي، فكل هذا عم نطور منه يعني من ناحية أونلاين. على أمل. نعم. كل الشكر لإلك فراس، نورتنا وحبينا بجوز نرجع دائما نسلط الضوء على رياضة الرقبي، بنحب دائما تكون موجودة بالبرنامج لأنكم أشخاص عم ترفعوا علم الأردن، برجع وبحكي برياضة شعبية في بلاد كتيرة، لكن إن شاء الله أنها تصير من الرياضات الشعبية في الأردن، خاصة مع ملعب البتراء بالمدينة الرياضية. لازم نزوره عشان. ضروري نزوره وضروري نحضر مباريات إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي الله بفرجها وبترجعوا لمبارياتكم. كل الشكر لوجودك. شكرا لكم كثير، نورتنا. الله يسعدك. شكرا لك. إذن مشاهدينا فاصل وراجعين، خليكم معنا.